طيب خلونا كده نعرف تفاصيل اكتر من الناقد الرياضي عز الكلاوي اللي بينضم الينا عبر تطبيق زوم ورؤيته لكل الاحداث على الساحه الكرويه العالميه. يا عز صباح الخير عليك وكل سنه وانت طيب. صباح الفل عليك يا مريان وعلى كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. كل سنه وانت طيبه، ويعني كان عيد سعيد واجازه كانت طويله الحمد لله. كل سنة واحنا كلنا طيبين، منورنا النهاردة يا عز، وتاني يوم يعني ساعات قليلة ما بين وجودك معانا والسهرة اللي كنا بنتابعها امبارح واللي كانت منتظرة بقالها أسابيع كتير، مواجهة السيتي واستضافته للأرسنال، ولكن لا جديد يذكر. المان سيتي لما يقرر ان هو يكون بيعمل كامباك فما بيكونش في حاجة بتوقف الفريق بالكامل تحت قيادة المتألق جوارديولا. طبعا زي ما انت قلتي كان مباراة منتظرة ومرتقبة من أسابيع، لكن لما تكتشف إن مباراة هي أساسا مباراة تعتبر مباراة حسم للدوري تشوفها بالسهولة دي والبساطة دي، يعني غياب تام لأرسنال في المباراة، سيطرة تامة بكل الأشكال من مانشستر سيتي، جوارديولا قدر يحط بصمته في المباراة ويتفوق للمرة مش عارف رقم كام على تلميذه أرتيتا المدير الفني لأرسنال. طبعا هي مباراة بكل الأشكال، هي كانت مباراة سهلة، يعني احنا كنا منتظرين مباراة أشرس وأقوى من كده، كنا منتظرين نتفرج على منافسة كورة أكبر. بالظبط، ولكن كانت مباراة سهلة جدا. السيتي النسخة الشرسة للسيتي اللي احنا بنشوفها السنة دي خلت الكورة يعني غابت المتعة، يعني فجأة يعني الشوط الأول خلص 2-0 ولكن إجماليا ممكن يخلص 5-6 عادي جدا، يعني الدنيا كانت سهلة بسيطة خلاص، بقينا بنتفرج على حاجة زي ما تقول ماتش متعاد أو مباراة ما مش ما بين الأول والواحد هبط أو ضمن الهبوط، ما بقاش في منافسة. جوارديولا قدر يضحك على أرتيتا أو قدر يتفوق عليه تكتيكيا في المباراة. آخر كام ماتش للسيتي شفنا إنه هو بيلعب بثلاثي في خط الدفاع وبيطلع ستونز قلب الدفاع في نص الملعب، لا هو احترم أرسنال المباراة دي ولعب بالأربعة ثابتين. شفنا طبعا هالاند كلنا كل مباراة هو اللي بيجري أو ياخد المساحات، ودي بروين هو اللي بيصنع الفرص، شفنا العكس تماما. يمكن ده اللي لخبط اوراق ارتيتا في المباراه، شفنا ان هالاند هو اللي بينزل ويفضي مساحات لدي بروين اللي بيطلع، وشفنا طبعا صناعه اول هدف وفي فرصه ثانيه دي بروين اهدرها، والهدف الثالث برضه صناعه هالاند، شفنا ده في اكثر من فرصه في مقابل استسلام تام لارسنال. يعني اول يمكن اول كره او تهديد وما كانش يعتبر تهديد بنسبه كبيره كانت في الدقيقه تقريبا حاجه و30 الشوط الثاني، كلنا انتظرنا رده الفعل بتاعت ارسنال، او خلاص يعني 2-0 وانت مش هتبقى على حاجه ويعتبر مباراه حاسمه زي ما احنا بنقول، ما فيش رده فعل، بل بالعكس السيتي نزل وسجل ثاني وسجل ثالث اسف، وبعدين ارسنال بيقلص الفارق، وبعدين النتيجه تبقى 4-1. هي مباراه لا، السيتي نسخه شرسه جدا. يعني انا دايما بقول جوارديولا انا هو صاحب فكر تكتيكي كبير ورائع، ولكن مش اي لاعب يقدر يطبق فكره، دايما هو كان بيسعى للصفقات اللي هي تحقق له اللي هو بيسعى له، عشان كده مثلا لما كان في بايرن ميونخ هو فشل في تحقيق التشامبيونز ليج، ولكن راح مانشستر سيتي هو قالوا له اطلب واتمنى، شوف انت محتاج مين واحنا هنوفر لك اللعيبه. لما راح جوارديولا موسم 2016، هي رحله بدات من 2016 تقريبا، تعاقد بس مع جوندوجان وكان في دي بروين اوريدي في مانشستر سيتي. موسم 17 18 هنا كانت الطفره، ضم ادرسون ب 40 مليون من في حراسه المرمى، ووكر كايل ووكر من توتنهام 53 مليون، سيلفا 50 مليون، وصعد فودن. احنا هنا بنتكلم عن القوام الاساسي بتاع مانشستر سيتي، لو قلنا 15 لاعب هي رحلته بدات زي ما احنا بنقول. جينا في موسم 2018 2019 ضم محرز من ليستر سيتي 68 مليون يورو، موسم 19 20 ضم رودري من اتلتيكو مدريد 67 مليون، موسم 20 21 كان عنده مشاكل دفاعيه قال يلمها، ضم دياز وسيرجي اسكي، بعدين في موسم 21 22 كان جريليش، وكانت دايما مشكلته هي راس الحربه او عشان يكمل منظومته، عانى مع اجويرو شويه اصابات، جابريل خيسوس مش هو اللي كان بيرضي رغبات جوارديولا، في محاولات لهاري كين كان الموسم اللي فات ولكن فشلت، الى ان جاء بدايه الموسم الحالي وضم السوبر ايرلينج هالاند
واكانجي في الدفاع. فاحنا هنا بنتكلم على 12 لاعب بالاضافه الى دي بروين، هم صنعوا نسخه شرسه جدا من السيتي. 82 هدف، هو تقريبا اقوى هجوم في اوروبا كلها. بقينا بنشوف، لا السيتي فريق مرعب جدا جدا. شفنا قد ايه احرج بايرن ميونخ في الشامبيونز ليج، سواء في انجلترا او في المانيا يعني. دي حقيقة. وإيرلينج هالاند إضافة كبيرة جدا للفريق، اللي هو أصلا كده كده كان فريق قوي من المواسم السابقة تحت قيادة جوارديولا، ولكن هو إضافة على المستوى الفردي، حقق أرقام أعتقد امبارح خلاص تخطى رقم يعني أفضل هدافي البريمير ليج اللي كان محمد صلاح محققه في 2018، وصل ل 33 هدف في موسم واحد، فدي برضو أرقام عبقرية بيحققها اللاعب. ايه اللي حصل لأرسنال؟ هل ممكن يكون في عودة ولا خلاص كده الدنيا يعني ما فيهاش؟ هو دايما في انجلترا او في البريمير ليج بيقولوا ان الدوري فعلا بيبدا بعد يناير. دلوقتي ريال مدريد في الدوري الاسباني مش في افضل حالاته، ولكن بيبقى ريال مدريد تشامبيونز ليج، ده حاجه تانية خالص. ودايما بنشوف المان سيتي في الدوري الانجليزي وهيمنته عليه، ولكن لسه قدامه الحته بتاعه التشامبيونز ليج تحت قياده جوارديولا، وطبعا هيكون ليها طعم خاص. متوقع ايه اللي ممكن يكون بيحصل في النسخه الحاليه من الشامبيونز ليج؟ هي النسخة الحالية من التشامبيونز ليج فيها مفاجآت كتير. يكفي طبعا ان الريال، يعني مش قادر اقول لك السنة كام على التوالي، احنا بنشوف السيمي فاينال، مع العلم ان هو من اقل التشكيلات اللي موجودة في التشامبيونز ليج. شايف ان الناحية التانية مباراة ايطالية خالصة كديربي الغضب، انتر وميلان، يعني دي اللي الدوري الايطالي اللي راجع بقوة السنة دي. ولكن خلينا نتكلم تحديدا اكتر على ريال مدريد ومانشستر سيتي. طبعا ريال مدريد احنا خلاص تعبنا من كتر ما بنقول الشخصية البطل، هو البطولة المحببة لقلبه، التفاصيل دي كلها. ولكن مانشستر سيتي عنده مشاكل، وهي انه هو فريق يعتبر جديد، لسه ما قدرش يحقق التشامبيونز ليج خالص. هو مرة واحدة راح النهائي واتغلب من تشيلسي في النهائي. ولكن لو بصينا اساسا على مانشستر سيتي في التشامبيونز ليج مع جوارديولا، هنكتشف ان هو مثلا خرج من ليون في دور 16 مره، خرج من توتنهام، خرج من ليفربول، ولكن دي عقده يعني عشان يورجن كلوب. اكتشف ان هو بيقدم في دايما في نسخته في التشامبيونز ليج ما بيبقاش الاداء المبهر، وده بيرجع اكتر ان ضعف الخبره. انت رحت مره واحده نهائي، فطبيعي انت لسه ما اكتسبتش الخبرات. رحت مره واحد مرتين سيمي فاينال، مره غلبت طبعا النسخه اللي فاتت من ريال مدريد، ولكن لسه الخبره. دايما زي ما احنا قلنا قبل كده وكنت معاكي بقول، الشامبيونز ليج بطوله بتحب التاريخ، بتحب اصحاب الخبره. النسخه الحاليه هي ما حدش فاهم هي ممكن هتروح فين، ما حدش قادر يحط ايده. ولكن رايي الشخصي اللي هيعدي طبعا، سواء مانشستر سيتي لو عدى من السيمي فاينال، طبعا هي لعب انتر ميلان، بنسبه كبيره هيبقى 50-50 النهائي. ولكن ريال مدريد لو عدى مانشستر سيتي هياخد الشامبيونز ليج، ما فيهاش نقاش يعني. ريال مدريد عمال بيبهرنا، وده الفرق على فكره اللي انا كنت بقوله بين جوارديولا وانشيلوتي. يعني جوارديولا عنده فكر، ولكن لازم كواليتي لعيبه على درجه معينه اكيد يقدروا يحققوه. ولكن انشيلوتي احنا برضو لسه بنتكلم في نص ملعب فيه مودريتش وتوني يا عز كروس. بقى انا شايفه ان احنا نستضيفك لان الموضوع كبر مننا ودخلنا في تفاصيل كتير، وانا مبسوطه جدا انت كنت معانا النهارده، ودايما دايما تكون معانا كده وتطلعنا على كل الرؤيه التحليليه بتاعتك لكل المباريات. بس لازم اكتم حالا لان لسه متبقي لينا تفاصيل في حلقتنا. بنشكرك شكرا جزيلا عز الكلاوي الناقد الرياضي، صباح الفل عليك واشكرك مره ثانيه.